كذلك التقي معا في إطار الدور نصف نهائي لبطولة كأس إيطاليا، واللي كان انتهى أيضا بالتعادل سلبي، لكن لسه هناك لقاء عودة إن شاء الله هيكون يوم 25 إبريل، وفي انتظار الفائز من المباراة الأخرى اللي تجمع ما بين أتلانتا فيرنتينا بعد التعادل 3-3. أمامنا المصافحة هنا ما بين رومانيولي قائد الميلان وقائد فريق نادي لاتسيو اللاعب لوليتش. هذه أمامنا هنا المصافحة والروح الرياضية المطلوبة في هذه المباراة. نادي الميلان يدخل بنفل نوغلو، المثلث الأمامي سوزو وبوريني وبيونتك. حكم مباراة اليوم جيان لوكا روكي اللي أدار منذ أيام قليلة، طار أمام سامدوريا 0-1، وخسارة ديربي الميلان أمام نادي الإنتر أيضا في وسط الملعب. عديد بالأسماء، والهدف الأول يضيع. تشيرو إيموبيلي كان من الممكن أن يسجل أول أهداف المباراة في هذه اللقطة. بص لوكاس ليفا عامل كرة حلوة قوي، مباريات مصيرية، مباريات نهائية، وكرة ملعوبة على طول. وادي رينا، ولد رائع من رينا، وباكايوكو بتدخلنا في أجواء اللقاء بسرعة بسرعة وبأجواء رائعة، وفاول لصالح باكايوكو على لوكاس ليفا، فاول على لوكاس ليفا البرازيلي. ادي لوكاس ليفا لاعب اللي عنده خبرات، واللاعبين الحقيقه المميزين اللي بيتابعوا هذه المباراه. ركنيه لصالح فريق الميلان، صراع كبير جدا، محطو الرابع لدوري الابطال، خامس وسادس بيتاهلوا الى مسابقه الدوري الاوروبي. سر نابولي غدا في مباراته امام كييف، وهيتوج اليوفي بلقبه التالي. امامنا تلعب على طول سريع، استلام من جانب بوريني، فابيو بوريني يثبت اقدامه في هذا الملعب، لكن في الدوري من 89 في 30 سنه في الزيارات اللي حدثت والحضور في هذا الملعب صعب صعب صعب. امامنا اهو 28 مباراه في الفتره دي. من عدى المره دي الاسباني مره نشالو روجرو لمسه اليد المره دي، لكن على طول لما امامنا هنا يوم الاربعاء القادم. ادي كره من بوريني، الكرات العاليه، لكن على طول تعامل رائع، تقدم ويبقى في المركز المؤهل المركز الرابع. كره مسدده من بوريني، بوريني بوريني اثبات الذات يا بوريني، لكن كره بوريني تطلع الى ركله الركنيه. ادي فابيو بوريني عنده مباراه دوليه وحيده مع المنتخب الايطالي. فابيو بوريني وادي الصراع في اللقطه الماضيه والفدائيه والرجوله في هذه اللقطه. رومانيولي امامنا هنا رقم 13 رهيب، هل يعود الميلان رهيبا كما كان؟ هل يعود الميلان الاوروبي؟ وغانا وبنين وغينيا بيساو أمم إفريقيا. حصل ديبور اللي بيلعب في الجنب الشمال هو اللي عليه الهجوم، يا تسديدة ورينا يا رينا حارس المرمى اللي طب صحيح دوناروما مستقبل حراسة المرمى، لكن بص أمامنا الكرة تعاملت بشكل حلو قوي، ولويس ألبرتو وخطورة كبيرة، خطورة كبيرة جدا في هذا 16 بعد رحيل بيلسا، وكان جه برضه بعد فيولي. ودي فرصة هدف، وتضيع الكرة تضيع الكرة خواكين كوريا، مش ممكن الخطورة في هذه الكرة. ادي كرة من اللاعب الأرجنتيني، وادي أمامنا هنا التحرك اللي من الجنب اليمين، كرة ملعوبة بشكل رائع ترتطم في رومانيولي، يعيدها أمامنا إيموبيلي. إيموبيلي مع خواكين كوريا خيار هجومي صعب جدا. بيونتيك مسجل حتى الآن 21 هدف، 13 هدف مع فريق نادي جنوا، ومسجل 8 أهداف بألوان فريق نادي الميلان، يتساوى مع كواليا. لمسة المرة دي خواكين كوريا عن فيرايا وتسلل، فعلا فيرايا وتسلل. هذه أمام تشيرو إيموبيلي الخطير، تشيرو إيموبيلي الخطير سواء مع اليوفي. الهجمة المرتدة سريعة بقى، هجوم منظم، شالونوجلو الكرة تطلع إلى خارج الملعب. اللجوء إلى التسديد هو أحد الحلول لكسر التكتل، وركنية ثالثة هنا وانطلاقة كانت من اللاعب هاكان شالونوجلو في اللقطة الرابعة. كيسيل مسجل 4 أهداف في الدوري هذا الموسم، كيسيل وأول اختبار وأول تصدي من الحارس استراكوتشا أمامنا في اللقطة الرابعة. الألباني استراكوتشا أول تصدي للحارس استراكوتشا أمامنا هنا في هذه اللقطة بقى بالتسديدة. فيدي كالابريا كرة ملعوبة، الكرات اللي بظهر المدافعين يا ولد على اللمسة على طول. وكان في السوبر 4 مرات بالإضافة للكؤوس الأوروبية والسوبر الأوروبي كاملا. كرة بعرض الملعب خطيرة، سلام بيونتيك إلى سوزو، ولكن فين يا راجل الكرة، لكن اتعملت حلو، الربط حلو والتحرك جميل. وادي أمامنا أوتشالو نوجلو يضغط على المدافع ويمرر إلى بوريني، ومفيش تسلل كان مغطي باستوس. وادي امامنا بيونتيك، حد حلو قوي كالابريا يعمل عرضيه راسيه، يا ولد يا ولد
الاستاد يا ولد على سوء الحظ في كرة اتلعبت كما يقول الكتاب، كرة معمولة بالسنتي من جانب أمامنا كريستوف فيونتيك البولندي اللي ارتقى في اللقطة الماضية، لكن ده التوفيق وعدم التوفيق. الميلان كان يستحق التقدم في هذه اللقطة في هذه اللحظة برأسية يا دوبك يعني تمر على بعد سنتيمترات في كوبا أمريكا 2011 مع منتخب السيليساو. كرة خطيرة والتغطية روعة روعة، التغطية الالتزام النهاردة والروح العالية اللي بيديها جاتوزو، كان معروف بالروح جاتوزو، ودي كرة ملعوبة من لويس ألبرتو ولكن تغطية فابيو موريني في منتهى الروعة مع اللاعب روبو من سيرجي. طبعا ميلانكوفيتش سافيتش التسديدة القوية لكن اختبار سهل المرة دي، كرة في ايد الحارس ريدا. شوط أول يعني رغم إن نادي الميلان يمتلك الكرة بشكل أكبر وبدأ يشتغل، لولتش هو اللي كان شغال، ودي تسديدة جديدة إلى خالو نوجلو أمامنا المتحرك الميلان بأداء حقيقة يعني اللي بيعدي وراوغ عدى من لويس ألبرتو يلعبها تشالو نوجلو، ممكن يسدد تشالو نوجلو على الكرة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب كرة في اختبار كان قوي لتوماس استراكوتشا، على فكرة والده كان حارس، خلاصة حلوة قوي وتمريرة ودي راسية جديدة لكن أمامنا بيونتيك إلى خارج الملعب. شوط جيد الحقيقة من جانب الفريقين، والميلان يملك أفضلية في هذا الوقت بعد كرة تشالونوجلو اللي أنقذها يعني المدافع وطلعت ركنية، ودي أمامنا كرة تشالونوجلو اللي لمسها كمان حارس المرمى استراكوتشا في اللقطة. وكي كوريا كرات الأمامية يضربوا بها الدفاع والكرة في القائم، والكرة في القائم إيموبيلي كان هينهي الشوط. بص الكرة والتحرك المرة دي والتسديدة ترتطم في القائم من الخلف، كرة إيموبيلي لكن تمريرة من الإسلام سويسرا والبرازيل، السلام على طول أمامنا هنا الكرات العرضية خطيرة الكرة العرضية. هذه المدافع البرازيلي يتقدم في الكرات وكرة في الشباك من لوكاس ليما، كرة خطيرة ومطالبة بركنية جديدة لكن المرة دي إلى خارج الملعب. بص أمامنا هنا لوكاس ليما خطف خطفة حلوة أوي في اللطل، يخطف كرة خطيرة موريني، كرة للخلف تتصلح حلوة أوي تشالو نوجلو، الكرة اتغيرت اتجاه الأحماء والتبديلات والكرات الرأسية، ولكن المرة دي وحش كايسيدو الإكوادوري قوي سواء كان مع إسبانيول مع الجزيرة مع لوكوموتيف موسكو مع مانشستر سيتي اللي كان اعاره كتير، يعني هو كان في مانشستر سيتي اعير الى ليفنتي ومالاجا وسبورتنج لشبونه، يعني 11 لقاء مع الفريق بعد انضمامه. وادي امامنا الكرات العرضيه رينا يتالق، يحقق ايضا القاب مع الميلان من 2002 ل 2012 نجم الكبير في لقاء فنلندا واستبدل كان بكواليار 17 ان شاء الله ابنك. على طول كرات العالية بحث عن هدف هنا للميلان، ثلاث لقاءات كان أمام روسيا أول لقاء 2017 رأسية من جانب اللاعب بيونتيك كازليما وكل تشالونوجلو، كرة ملعوبة من اللاعب سوزو كنا ننتظر إلى اللاعب سوزو، استلم حلو قوي ويعدل على شماله ولكن جاله بقى تمريرة كايسيدو، هي دي تمريرة إيموبيلي لكن يطلع كان طرد بارولو في مواجهة كانت ما بين سيموني إنزاجي ومونتيلا 2-1 في الدور، فروزينوني انتر وايضا يوم الاثنين انتر اتلانتا مع ابري. كره امامنا هنا رومولو عامل مسانده هجوميه سجل في مرمى اودينيزي بالوان جنوا لكن لم يسجل، خامس مباراه بيلعبها امامنا هنا البرازيلي الاصل الايطالي الجنسيه رومولو، تمريره تلقى من جانب زاباتا توغل تمريره الى بيونتيك والكره الخطيره هنا نازل بقى بقوته بلياقته بادائه القوي البنيان القوي عند الكولومبي اللي عمل اختراق، وبيونتيك امامنا هنا في فرصه تسجيل هجمه يعني عنتريه بالقوه اللعص الى كيسيه الايفواري تشالو نوجلو كيسيه، ولكن دفاع لاتسيو يقظه كبيره، وادي ريكاردو رودريجيز مره ثانيه بوريني الكره اللي بتعدي التوقيت في استلام الكره ولولتش الى خارج بيونتيك امامنا عدت فاتت راحت خد ركله جزاء المره دي موزاكيو في اللقطه الماضيه، شوف الكوره وقسوتها، شوف الكوره واحكمها، ركله جزاء كانت على تشيربي بعد العوده للفار لم تحتسب، هذه المره امامنا هو البديل الدنماركي دورمانزي يرتكب دورمانزي مع موزاكيو كوره كيسيه يسجل الميلان
ويسجل الميلان هنا في هذه المباراة وفي هذه الأجواء، وكل مباراة نهائية وكل مباراة مصيرية، والإيفواري كيسي يضع ركلة الجزاء باقتدار هنا، وتقدم مستحق للميلان.